إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون رمضان على الأبواب ولم يبق إلا أسبوعان لأجل أن يدخل رمضان شهر الله عز وجل المفضل لقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن على بعض فجعل مكة أحب البقاع الله عز وجل وفضل بعض النبيين على بعض وجعل أفضلهم محمداً صلى الله عليه وسلم وفضل الكتب فجعل القرآن أفضل الكتب والكتاب المهيمن على الكتب السابقة وفضل الله عز وجل الأشهر فجعل شهر رمضان الشهر المفضل وجعل أفضل ليلة فيه ليلة القدر رمضان سيأتي قريبا علينا أن نستعد لرمضان وعلينا أن لا نؤجل وأن لا نسوف سوف أفعل وسوف أفعل إلى أن يأتي أول يوم رمضان وأنت غير متهيئ وأنت غير مستعد عليك أن تستعد الآن لرمضان يعني إذا جاء أول يوم رمضان وأنت غافل خامل تارك هذه الأمور سيأتي أول يوم رمضان ولا شيء يتغير يعني هل تتوقع ستقرأ في أول يوم أربعة أجزاء من القرآن وتقوم وتصلي التراويح وتقوم الليل وتتصدق في النهار وتفعل الأعمال الصالحة إلى آخره عليك أن تستعد وعليك أن تهيئ نفسك لرمضان رمضان برنامج لتغيير الحياة تغيير حياة كاملة وليس فقط نصوم كما يصوم الناس ونفطر كما يفطر الناس رمضان الماضي والذي قبله والذي قبله رمضان برنامج متكامل لتغيير الحياة عليك أن تحدد أهدافك قبل رمضان ماذا تريد أن تحصل على رمضان وعليك أن تعمل على هذه الأهداف خلال رمضان وعليك أن تحصل على النتائج في نهاية رمضان يعني حاول أن تحدد أهدافك وحاول أن تضع خطة لك في رمضان الله سبحانه وتعالى كما ذكرت آنفا أنه فضل الأشهر بعضها على بعض الأعمار السابقة كانوا يعيشون 1000 سنة نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه فالأعمار الأمم السابقة أعمارها طويلة 1000 سنة تقريبا وأعمار أمتنا بين 60 و70 يعني إذا عملت مقارنة بين 1000 سنة والستين والسبعين النسبة المئوية أقل من 10% يعني تخيل إذا أخبرك أحد أنه ستأتي أمة بعد أمتنا أعمارها 6 سنوات مقارنة 10% أقل من 10%
ألف سنة مع 60 سنة أقل من 10%. فماذا يا ترى هم يفعلون؟ فأعمار أمتنا قصيرة، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا ببعض الأعمال الصالحة التي تضاعف الحسنات. فليلة القدر خير من ألف شهر، ومن صلى مع الإمام التراويح، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فنحرص في رمضان أن نصلي مع الإمام إلى أن ينصرف. بعض الناس يصلي مثلاً 8 ركعات ويوتر في البيت. صلي مع الإمام إلى أن ينصرف، لأنك إذا صليت مع الإمام إلى أن ينصرف كتبت لك قيام ليلة. وأيضاً صلاة العشاء جماعة في الأيام في رمضان وغير رمضان. الآن تصلي العشاء جماعة، من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل. تخيل تقوم نصف الليل فقط تصلي جماعة. ومن صلى الفجر جماعة مع العشاء فكأنما قام الليل كله. صلاة الجماعة في المسجد الظهر، أي صلاة، أي صلاة تصليها في المسجد تضاعف لك 27 ضعفا. يعني تخيل الآن ستصلي العصر في المسجد أو تصلي العصر في البيت. إذا أردت أن تحصل على الحسنات مثلا عليك أن تصلي في البيت صلاة العصر 27 مرة. وأيضا حتى لو صليت 27 مرة فإن في المسجد أفضل، لأنك في المسجد تعمر مساجد الله. إنما يؤمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إيش؟ أنه يعمر مساجد الله. المسلم يعمر مساجد الله، وعندما يأتي إلى المسجد في كل خطوة له حسنة وتضع عنه خطيئة، وعندما جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وما زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تدعو لك. تخيل أنت الآن تنتظر الصلاة، صلاة العصر مثلا 10 دقائق، الملائكة تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك. وعندما تصلي جماعة تلتقي بالمؤمنين بالوجوه الحسنة الذين تحبهم في الله ويحبونك في الله، والاجتماع في المسجد على طاعة الله فقط، ليس لأجل حزب أو طائفة أو دولة أو جنسية أو لغة. الحمد لله في المسجد ترى أناس يعني من خلفيات مختلفة، من جنسيات مختلفة، وألوان وأشكال ولغات مختلفة، اجتمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستعد لرمضان، وقد استعد التجار لرمضان فاشتروا الغذاء والطعام وعملوا عروض ودرسوا رمضان دراسة لتجارتهم. وأهل التلفاز القنوات أيضا استعدوا لرمضان منذ سنة كاملة، خلال السنة كاملة يصورون تصويرات ويعرضونها في رمضان فقط. يعني المسلسلات تعرض فقط في رمضان الجديدة، أول ما يبدأ العرض في رمضان. فرمضان بالنسبة لهم أيضا تجارتهم. يعني سبحان الله، رمضان شهر عبادة، تترك تتخلى عن هذه الأمور، شهر عبادة، تعبد الله عز وجل، تصلي، تقرأ القرآن، لكن سبحان الله أشغل الناس بهذا التلفاز. وأيضا مسلسلات طبعا يعني لا أكاد أبالغ إذا قلت بالعشرات فقط في رمضان. يعني ليس للشخص وقت لأن يشاهد جميع هذه المسلسلات، يشاهد بعضها وبعد رمضان يكمل. ماشي. فإيش سبحان الله، ماذا يعني هؤلاء استغلوا رمضان لمصالحهم ولتجارتهم. وأيضا برامج الطبخ، يعني الأخوات سبحان الله يضيعن أوقاتا كثيرة في رمضان وهو أفضل أشهر عند الله عز وجل على برامج الطبخ. على المسلم أن يحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى في رمضان. ورمضان فرض الله عز وجل رمضان وكتبه علينا للحصول على التقوى.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان في رمضان، المسلم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع. إذا تأملت هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة أساس الحياة، الطعام والشراب أساس الحياة. فالمسلم يستطيع أن يمتنع عن الحلال، ليس فقط حلال، أساسيات الحياة، أمور يجب علينا أن نفعلها، أساسيات. إذا كان المسلم قادرا على أن يمتنع عن الأمور الأساسية والأمور المباحة والأمور الواجبة، فلماذا لا يمتنع عن الحرام؟ الطعام الشراب، يعني بإمكانك أن تمتنع عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلماذا يأكل المسلم الحرام؟ إذا كان المسلم بإمكانه أن يمتنع عن الجماع الحلال مع زوجته، مع زوجته جماع حلال، فلماذا لا تمتنع عن الحرام؟ فرمضان تربية للمسلم أن يمتنع عن الأمور المحرمة، يربي نفسه على الصبر، على تحمل المشاق، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي رمضان يتعلم المسلم ضبط النفس، وأنه يمكنه أن يمتنع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا في رمضان علينا أن نحس، يعني من حكم رمضان أن نحس بالفقراء والمساكين. فيوجد كثير من المسلمين يعني يتضرعون إيش؟ جوعا، ليس لديهم طعام. فأنت عندما تصوم تتذكر هؤلاء المسلمين وتتصدق بما تجود به نفسك. فأيضا رمضان شهر الصدقة، تدفع زكاة أموالك وتدفع أيضا الصدقة بما تجود به نفسك. يعني سبحان الله بالآية الكريمة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أنه يتذكر فأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى الشخص الذي يموت إذا رجع إلى الحياة أن يتصدق وأن يكون من الصالحين. قال العلماء يعني سبحان الله لماذا ذكر الصدقة؟ لأنه رأى عظم الصدقة وعظم أجر وثواب الصدقة، فعندما يتمنى أن يرجع إلى الحياة يتمنى أن يتصدق على عباد الله سبحانه وتعالى. والصدقة أيضا برهان على الإيمان. وشكر الله عز وجل، الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، الطعام والشراب والأمن. فعندما يأتي رمضان وتمتنع عن هذا الطعام والشراب، وتعرف أنه يوجد أناس كثيرون لا يأكلون إلا قليلا ولا يشربون إلا قليلا، فتشكر نعمة الله عز وجل على هذا الطعام والشراب والنعم الكثيرة. وأيضا حفظ اللسان، عليك أن تحفظ لسانك في رمضان. يعني يوجد حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. عندما يقوم المسلم وليس في قلبه خشوع فقط كأنه يسهر، عليك أو مجبور مثلا عليك أن تخشع في صلاته. أنصح نفسي وإياكم أن تعد خطة في رمضان. ماذا تريد أن تفعل في رمضان؟ الأمر الأول تصوم لله سبحانه وتعالى شهرا كاملا. الأمر الثاني تصلي التراويح في المسجد، حاول أن تصلي التراويح في المسجد كل ليلة. يعني سبحان الله قد ننشغل أحيانا في العمل، في الدراسة، مع الأولاد مثلا، نكون مدعوين إلى مكان آخر. عليك أن تحرص على صلاة التراويح العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة. هذا من أساسيات رمضان بالنسبة لك، خطة من الآن تعدها أنك تصلي التراويح وصلاة العشاء في رمضان كل ليلة. أيضا تصلي الفجر جماعة، احرص أن تصلي الفجر جماعة وأن تستيقظ للسحور فتدعو الله عز وجل وتصلي ركعتين على الأقل لله سبحانه وتعالى. وأيضا تقرأ القرآن كاملا في رمضان على الأقل ختمة واحدة،
يعني سبحان الله، يعني رمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، علينا أن نختم القرآن، وعلينا أن ندعو أهلينا أزواجنا وأولادنا وإخواننا إلى أن يقرأ القرآن كاملا في رمضان على الأقل ختمة واحدة. وبعض الناس سبحان الله قد يختمون مرتين وثلاثة. والله يوجد أحد الأشخاص رجل كبير عمره تقريبا 70 سنة، ليس في رمضان، في خارج رمضان، نراه في صلاة الفجر بدأ مثلا سورة البقرة، في صلاة الظهر ما شاء الله 5 أجزاء، صلاة العصر 7 أجزاء، العشاء سورة الأنفال 10 أجزاء، ثاني يوم يعني خلال سبحان الله 2.5 أو 3 أيام تقريبا يختم القرآن كاملا، ويبدأ مرة ثانية وثالثة ورابعة. يعني سبحان الله، يعني حب للقرآن، يقرأ القرآن بتمعن، يقرأ يعني حب للقرآن، يريد إيش؟ الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنك حسبت بسم الله الرحمن الرحيم فيها على الأقل 15 حرفا، فعندما تضربها بكل حرف ب10 حسنات 150 حسنة عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فما بالك إذا قرأت القرآن كاملا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان is very, very close. We have to be prepared for Ramadan. Even psychologically, we have to be prepared for Ramadan. If you leave it for last minute, we don't expect when Ramadan comes first day, you read 3 juzu, 4 juzu. And you pray Taraweeh, you pray Qiyam al-Layl, you pray Fajr al-Jama'ah, you try to pray in the masjid, give sadaqah. You have to be prepared now from before Ramadan. We have to be prepared. Okay? Before when Ramadan comes, you are prepared for Ramadan. And very important to make a plan in Ramadan. What you are going to do in Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala prefers some places than others. Mecca is the best place. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best prophet, and the Quran is the best book, and Ramadan is the best month, and Laylatul Qadr is the best night. The ages before us, they used to live almost 1,000 years, and our nation between 60 and 70 years old. If you compare their nation with our nation, less than 10%. If you imagine nation will come after us, they are going to live only 6 years. If we live 60, less than 6 years. Our nation compared to the nations before us, we are like very short time. But subhanAllah, we have short time, but Allah subhanahu wa ta'ala gave us some opportunities. If we do good deeds with it, Allah multiply the reward. If you pray Isha Jama'ah, as you prayed half of the night, half of the night. If you pray Fajr Jama'ah with Isha, as you prayed all the night. If you pray Fajr and Isha Jama'ah, as you prayed whole night, it will be written for you, you prayed whole night. Alhamdulillah, if Allah accept it. Okay? If you pray any salawat in the masjid, will be as 27 times. If you pray Salat al-Asr today in the masjid or at your house, if you pray at your house, it will be only one time. If you pray at the masjid, it will be 27 times. If you want to get the same reward, you have to pray at your house 27 times until Asr, then will be equal to 27 times in the masjid. But also, if you come to the masjid, every step, you get hasana. And remove one, wipe out one sayyi'ah. If you come to the masjid, if you just wait for salah, okay? If you came early 10 minutes and you are waiting for salah, you will get reward of the salah. And the angels make dua for you. Allahumma qirlahu, Allahumma arhamhu. After salah, you see subhanAllah beautiful faces. Okay, you meet them, you talk to them, you get age also hasanah. And subhanAllah, that's why Allah Azza wa Jalla gave us some opportunities. Ramadan is an opportunity. We have to be prepared and take the advantage of Ramadan. People of trade, business, they already planned for Ramadan, what they are going to do with food, with drink, with, you know?
to sell what they should get, you know, like profits. Also people with TV, you know, they make serious. They only, especially like in some Arab or Islamic countries, they only release the series in Ramadan. They release it in Ramadan. Then all Ramadan, they put a program for Muslims to waste their time in Ramadan. Okay? Also, some women, they waste so much time about TV, like watching TV about how to make, like, you know, cook some food. And Ramadan is not for only cooking, only for food. Ramadan fasting, yes? Fasting. Yeah, subhanAllah, we buy food, everything before Ramadan even started. Yeah, subhanAllah, maybe sometimes, yeah, you look, is Ramadan fasting or for food? Yeah, we eat in Ramadan more than the months other than Ramadan, or equal or less. Okay, month of fasting. The main goal of Ramadan to gain taqwa. Okay, piety. Okay, we'll be a righteous Muslim in Ramadan. And Ramadan is programmed to change life. Not just like fast because everyone fasted. And even you fast because everyone break the fast. Ramadan is programmed to change whole life. Okay, put your goals in Ramadan. You put your plan in Ramadan, what you are going to achieve, then try to like work on it, then inshallah you get the hasanah. In Ramadan, we fast from drinking food, drink, and sexual with our wife. Then, if we are able, if the Muslim able to keep away from food, drink, and sex with the wife, and this is essential of life, very important and essential. If we are able to keep away from halal, why we cannot keep away from haram? Okay, and this teaches us self-control. If you are able to keep away from, avoid halal, and very important and essential of our life, why we cannot keep away from haram? And this is not only one day, 2 days, whole month. Okay, 30 days in Ramadan, we fast for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Also teaches us patience. Teaches us how the people who are poor, you know, how you feel the hungry of poor people and the Muslim world. Also you thank Allah subhanahu wa ta'ala with the blessing Allah azza wa jalla has given you. And very important to make a plan in Ramadan. What you are going to do in Ramadan? Number one, you fast in Ramadan. Okay, 30 days. And your intention? To fast for Ramadan. Secondly, to pray Isha and Fajr Jama'ah. Okay, Isha and Fajr Jama'ah. Number three, you pray Taraweeh every single night. Sometimes we get busy with study or with work, with, you know, some people like invite us, we go to different places, then we miss Salat Isha and Taraweeh. Try to plan to pray Taraweeh every single night. Okay, and when you pray Taraweeh, I pray until the Imam finishes. Because if you pray until the Imam finishes, you get the reward of praying whole night. Some people, they pray only 8 rak'ah. When it comes to witr, they go home and pray. Or they pray in the back. Okay, very important to pray until the Imam finishes. If you want to pray extra, you are allowed to pray. But don't pray witr again. Example, if I pray with the Imam until the Imam finishes, then when I went home, I want to pray extra. Whole night. In the sahur, before Fajr or after Isha, you are allowed to pray, but only you don't pray witr again. Also, in Ramadan, very important to make khatma. Khatma, you read the whole Quran Ramadan. Okay, try it, because the Ramadan, as we said, the shahr of Quran, the month of Quran. And we should read the whole Quran Ramadan at least one time. And we have to teach our, you know, like kids or wife, you know, brothers, anyone to advise them to read the whole Quran in Ramadan. Also, we try to give sadaqah in Ramadan, okay? And as we feel the poor people, how they feel, then we remember them and we give them sadaqah as much as we can. Also, it's very important to not waste time in Ramadan, okay? Especially after Taraweeh, you know? And some people, you know, they waste like 2-3 hours, you know, like for nothing. Then when you sleep late, sometimes you miss sahur or fajr, and you know, like very hard. It is very important to not waste time in Ramadan, especially after Taraweeh. And sometimes, you know, like
يعني like ask yourself if you are able to spend 2 hours with your brothers, why when you wake up for suhoor you cannot pray 5 minutes? Okay, if you spend 2 hours with you know your brothers, which is not haram, then if someone asks you, did you I waste your time? Say, no, you know sir, it's fine. Okay, and you spend another 2 hours. When you come to suhoor, you are tired to pray 5 minutes to rak'ah to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, why? Okay, try to يعني, pray, okay, and not waste time as much as you can. Also, it's very good, very important, if you attend some lectures about Ramadan, some programs about Ramadan, you know, we have, alhamdulillah, in Sydney a lot, alhamdulillah. Also, if you want to teach yourself and educate yourself about some matters in Ramadan, what break the fast, what doesn't break the fast, to get some knowledge about Ramadan. Yeah. Okay, then subhanAllah, in summary, Ramadan, yani program to change life, okay? If you're doing something haram, try to keep away from haram and change your life with Ramadan. If you don't pray in the masjid very often, try to pray in the masjid. If you don't read Quran normally, try to start from Ramadan. Try to give sadaqah, okay? Try to pray Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, not only Ramadan, whole year. But in Ramadan, jama'ah, if you pray 11 rak'ah, you are allowed to pray rak'ah every single night. But in Ramadan, you pray jama'ah. Okay? Qiyamul Layl, sadaqah, praying in the masjid, reading Quran, making dua, making dhikr, and connection with Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala, أن يتقبل منا أعمالنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون